ثم في امره كل شيء في الله لناكله. هذه كان الرجوله يكي يرشم عامل الريبول بحوله كتير وجوه من حين عليه. الرجوله يكي يرشم عامل الريبول بحوله كتير وجوه من حين. واي 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 انو كان علي مين في ليلة. واي 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 كبيري من محسادة. واي 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 انو كان علي مين في ليلة. واي 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 كبيري من حواسة. انا غني وجا جا جا راجعاني من دمينة جياك الشيطانة ممثلة وفنانة. بكي بكي يا ريحانة. وراجع عادي من هنا شفت ركبي يا تاني وجيت الشيطانة. تقول الشيطانة غواني ممثلة وفنانة جميلة تدخل لداري. بكي بكي يا ريحانة بدموعك ما تبقي ناري. راحي راحي ياكي مرحتي بلا ذكرتي عيش حياتي. راحي راحي ياكي مرحتي بلا ذكرتي عيش انا وانا قال لي السي الرئيس قال لي سي مصباحي قال لي عادل راه محتاجينك في الزومي. قلت له والله حتى جاي لان انا كنعرف هاد الناس وكنعرف هاد الجمهور وعندي اصدقاء الحمد لله بزاف من هاد الناحيه من هاد النواحي والحمد لله كنعرفهم. الله يعمرها دار ناس مؤدبين ناس ديال الوقت الحمد لله. باقى في هاد البلاد باقى النيه باقي كل شيء. وباش عجبني الحال هو التنظيم ديال المهرجان. مهرجان خطير الحمد لله. شوف عينيكم جمهور الغفير هذا هو الزومي. جمهور فين؟ في زومي. ما هي شي مدينه كبيره ولكن الحمد لله ناس كبار في القلب ديالهم وكبار في كل شيء الحمد لله. السبب هو انني جبتها في راسي. هذا هو السبب. السبب هو انني انا ما سديتش فمي. كون كنت انا واحد الانسان لان هذا هو الواقع. القناه اللي دوز زيم لهما قناه مزيانه كنت كنكون فيهم مزيان. واحد الوقيته ما عرفت اش وقع عليا. لا لا هو الواقع نيشان ما فهمتش. المهم انا كنقول من هذا المنبر اي واحد درت معاه دار معاه ديال اللعب يسمح ليا. انا ما كنتش كنعرف شنو كنت كندير لكن دابا الحمد لله القنوات كيبقاو دائما في القلب. الحمد لله دزت في الار تي اف دوزيام دزت في الامارات ديال الام بي سي دزت في كل شيء الحمد لله. وكتبقى دائما القناه المغربيه لانها بلادي كتبقى احسن القنوات وانا كنموت عليهم وكل شيء ديال الله. حسن نهضروا بالنيشان. انا هو اول واحد كنت متضامن مع المقاطعه وكنت متضامن مع الاسعار وكل شيء. ولكن هي الحقيقه لان الانسان الا بغى يعيش في هذه البلاد ويكون كاين خصو يعيش بالمستوى اللي هو فيه فقط. الا عندك شري ما عندكش ريح. هذا هو الواقع. باش يكون عندك خاص تكون تخدم خاص تعمل اي دير اللي بغيتي المهم يكون عندك. هذا هو القانون باش غادي السعادة. انا الحمد لله حتى حاجه ما غاليه عليا واكل شارب ما عنديش غرام ديال المشكل. ما كيطلعش ليا الدم على شي لان كيطلع ليا الدم شحال هادي كان كيطلع ليا الدم شحال هادي وكنت كنغضب وكنت كندير. ولكن دابا ما عنديش الحق نهضر لان هاد الناس هادو كيعرفوا كيفاش يسيروا هاد البلاد. واش حنا خدامين؟ الحمد لله. حنا كاينين؟ الحمد لله. كتشوفونا في مهرجانات؟ الحمد لله. الصحافه دايره بينا؟ الحمد لله. علاش نقلبوا شي حاجه وحده اخرى؟ مواطن انا على يقين بعض المواطن كياكل العصا ولكن ما عنده ما يدير. الهم الوحيد ديالو هو خصو يدير خصو يصبر وما عنده ما غادي يدير. يصبر لان الله سبحانه وتعالى كيفرجها. الا ما فرجهاش اليوم غيفرجها غدا حيت كل شيء ديال الله. هذا هو. هذه الميلودي معروف هذه القضيه دي ما عمرني في حياتي انا في العمر ديالي 53 سنه ما عمر شي واحد ما قال لي ما هز عليا تيديه. الحمد لله لانهم هاد الناس كيحترمونا كيقدرونا الحمد لله. علاش انا عزيز علاش كتلقاني دائما كنغني على القوات المساعده وكنغني على الدرك
الملكي، وكنغني على الامن الوطني، وكنغني على سيدنا، لانني انا في بلاد الامن والامان، وما يقدر حتى شي واحد يقدر يدير لي شي حاجه من غير الله سبحانه وتعالى. الجمهور ديالك سبب اصابتك؟ انا جاي في الطريق، انا كانوا زيد باش يعرفوا بان الناس ما يقدروش، يعني ما يقدروش يديروني، لان انا انسان ماشي ديال واحد يديني. هذا انا انسان كندير فيديو كليب ديال الاغنيه الجديده اللي هي العنوان ديالها زومي، ديك الغمزه، هذه العنوان ديال الاغنيه حتى هي جايه من زومي. ديك الغمزه كنت كندير بجي سكي، طحت على جي سكي، صافي هادشي اللي كان شويه، واحد 11 غرزه زويون داكشي، الحمد لله لقيتيني. نهار اللي درت بعد الحديث كنت خدام في الرباط، وخدمت سيدي سليمان، وخدمت بالباله، وديما عادي المعروف على بالباله، وانا كنموت على الجمهور ديالي. وكاع هذاك اللي قال عادي تعداو عليه ولا شي حاجه، ماش غادي نقول، غادي نقول حاجه واحده، راك عارف اني ما بقيتش كنسب حد، والله يهديك اخويا، نموت عليكم، ودائما هذا هو الفريق. المهم شي كلمه اخي، عندي واحد الفيديو كليب ان شاء الله، العنوان ديالو هي المعلمه، كتقول لها والمعلمه زربت عليا في السماء. المهم داكشي ديال الله جاي في الطريق. هذا دي مع الشيخ التراكس، وعندي عندي واحد ديو مع شيخ الطياره، وعندي واحد ديو ان شاء الله الرحمن الرحيم مع السيتي عبد العزيز، وهادو بوحدهم. عاد عادي الجديد ديالو ثاني غير في الصيف غدا ان شاء الله، تكون الاغنيه ديال زومي ديك الغمزه تابعه اغنيه ديال الله على راحه. الحمد لله الجديد عندي وبكثره، هذا الشيء اللي كاين. ومن حقه هو سايس ناجي، من حقه يدي ولادو. الحمد لله انا رديت ولادي اسبانيا، فهمتيني، ولكن انا حطيتهم تما، انا ماشي على المعيشه في المغرب، انا غير حيت ولادي طلعوا، هما طلع لهم، لان كان وقع لهم واحد المشكل هنا في البلاد، وقال لي با بغيت نمشي، انا ما بغيتش نبقى ساكن. قلت له ولدي نديك فين ما بغيتي، راه ديت جوجهم، ديتهم لمدريد وقديتهم ومعززين مكرمين، ولكن باهم راه باقي في المغرب، لانني انا مغربي وافتخر. كنموت على الملك، كنموت على الوطن، كنموت على الدرك الملكي، وكنموت على القوات المساعده، وكنموت على الامن الخاص، وكنموت على الشرطه، وكنموت على اي حاجه كتخص هذه البلاد وكتحميها فقط. كل شيء ديال الله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.